السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحوار بتتعقب على الخطاب بتاع الرئيس اللي اثر فينا فعلا وعلى طلبة الشعب المصري اللي احنا طلعنا بيه فعلا نص الشعب المصري اتقسم لنصين وموقعة الجامع بابا حفص. يا فندم الشعب المصري اصلا زي ما بيقولوا قلبه من جوه ابيض بيعيط على راجل سرقه 30 سنه لانه هو فهم من الخطاب بتاعه ان هو عايز يموت في تراب بلده لما كان بيقول هذا الوطن عشت فيه وحاربته من اجله وساموت فيه. الناس فهمت ان هو يعني عايز يموت في تراب بلده لكن هو المشكله ان عشان خاطر زي ما بقول سعادتك الشعب المصري قلبه فعلا من جوه ابيض اللي فهمه ايه هيموت في تراب بلده لكن هو قصده ان انا استحاله وعلى جثتي امشي بالطريقه دي. دور الاعلام اللي غطى بيه وكان الفنان الشاب عمرو دياب حبيب الملايين اللي غنى اغنيه اللي ضحى لاجل وطنه لاجل ما يعود النهار هو اللي خلى الشعب المصري يعيط حقيقي فعلا على حرامي سرقوا فضل يسرقوا 30 سنه ويمص دم. وصلت؟ طب الاعلام بقى ككل بتتهم الاعلام المصري ما زال ما هو ما اتغيرش بعد الثوره؟ الاعلام المصري ما زال هو هو بعد الثوره الى وقتنا هذا. لما يتم فيه تغيير التغيير للاسف الشديد احنا مش حاسين غير ان النظام القديم رقبته طارت ولسه الباقي زي ما هو 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 مفيش تغيير. المحاكمات اللي بيتكلموا فيها دي احنا مش مقتنعين انها تبقى محاكمات فعلا حقيقيه. ايه المشكله لما نطلب ان المحاكمات تبقى عالميه؟ ده من حقنا لان ده دم اخواتنا تمام؟ من حقنا نطلب المحاكمات تبقى عالميه على شاشات التلفزيون المصري اول حاجه. ده ما كانش القصاص المفروض يبقى هنا في ميدان التحرير اللي شاهد فعلا دم الشهداء كلهم من اولهم لاخرهم. شكرا جزيلا.